كذلك الأمر إلى مؤشر الدولار لهذا العام، أو على ما يبدو أن الأرقام غير متوفرة. ننتقل إلى موضوع آخر ونذهب مباشرة إلى رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر، نتحدث معه أكثر عن ما يجري في الأسواق العالمية وهذه الخطوة من الفيدرالي الأمريكي. صباح الخير رائد، وشكرا لحضورك معنا. بالتأكيد ثلاث مرات أو ثلاث رفعات خلال هذا العام كانت متوقعة، ما في تغيير على الاستراتيجية للفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل. يبقى التحدي أمام باول، يمكن موضوع التضخم. ما أكثر ما لفتك بحديث جانيت يالين البارحة التي أعلنت نصرة في موضوع البطالة الأمريكية؟ بالتأكيد يعني هي التلميح الإضافي فيما يتعلق بسوق العمل، اللي نحن شهدنا أصلا أداء إيجابي جدا خلال تعاملات هذا العام، والآن عودة إلى التأكيد على أنه سوق العمل في تحسن إيجابي في الفترة القادمة، وكأنه هو يعني راح يكون نوعا ما هو محرك رئيسي في الأسواق خلال العام القادم. طبعا ذلك ليضعف بعض الشيء من تأثير التضخم وتراجع التضخم على قرارات الفيدرال الأمريكي. طبعا اللي كان مبارح ما كان في أي مفاجآت إيجابية للدولار الأمريكي لتحفز للارتفاع، وهذا كان الأسعار أو الأسواق قد استوعبت هذه الأحداث مسبقا، وبالتالي برايست إن أوريدي كل الأحداث، وبالتالي كان هناك عودة. طبعا كان هناك نوع من الترقب إلى تقليل من شأن مستويات أو ضعف وتيرة ارتفاع التضخم اللي شهدناها. طبعا لا ننسى كمان أنه قبيل إعلانات أسعار الفائدة كان عندي بيانات التضخم الكور CPI اللي إجا أقل من التوقعات على المستوى الشهري وعلى المستوى السنوي عند 1.7 مقابل 1.8، أيضا أعطى هذا بدأ من لحظتها رالي ارتفاعات العملات أمام الدولار الأمريكي، وواصلها خلال إعلانات أسعار الفائدة وكذلك إعلان statement وخطاب جانيت يالين. بالتالي كانت القفزة بحوالي، يعني عم نتحدث بالنسبة للدولار، الدولار الأمريكي تراجع بحوالي 30 نقطة أساس كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سبعة عملات رئيسية. هذا ما لاحظناه يوم أمس في بيان الفيدرالي الأمريكي، اللا جديد إيجابي للدولار الأمريكي كان سلبيا للدولار الأمريكي. البارحة كان في عنا بعض التراجعات على فوتسي مب الإيطالي بنتيجة أنه في أخبار الآن أنه الحكومة قد تستقيل، البرلمان الإيطالي سوف يستقيل. هناك دائما مخاوف يعني قادمة من إيطاليا بالتحديد، وخصوصا من القطاع البنكي. هل تتوقع بأنه هذا الموضوع أو هذا الملف قد يتفاقم ويؤثر على الأسواق العالمية، أو أنه برأيك قد يبقى محصور في الحدود أو الجغرافيا الإيطالية؟ إلى درجة كبيرة نحن سمعنا مثل هذه الأحداث خلال الفترة الماضية من إيطاليا تحديدا مثل ما تفضلتي. طبعا موضوع القطاع المالي في المنطقة الأوروبية إجمالا يكون هو يعني محط أحداث ومحط أنظار بالنسبة، لكن تأثيراته في الفترة الحالية مع وجود قضايا أكثر أهمية وأكثر حساسية، أعتقد أن يكون هناك احتواء لمثل هذه الأزمات أو مثل هذه الإشكاليات. لا ننسى إذا رجعنا شوي بالزمن لورا، كانت البنوك الأوروبية قد يعني قامت ب الستريس تيست وكان أداءها إيجابي إلى حد ما. الآن عودة الأنظار إلى إيطاليا بوجه التحديد أعتقد يعني ممكن أن يكون له تأثير مؤقت محدود، ولكن ليس بشكل كبير إلا إذا كان هناك تداعيات خطيرة أو كبيرة يعني تثير القلق بالنسبة للمستثمرين بالتحديد بالمنطقة الأوروبية التي الآن تمر في منطقة حرجة إن صح التعبير، بما يتعلق أولا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيضا في استعادة السيطرة نوعا ما على البيانات الاقتصادية. عم نلاحظ تحسن في مستويات التضخم، عم نلاحظ أيضا اليورو مناسب نوعا ما، وهناك خطة رصينة من المركزي الأوروبي أعتقد تقلل من إمكانية أن يكون هناك أي آثار سلبية قد نراها من البنوك. لكن إيطاليا مثل ما ذكرتي كانت قد حركت مسبقا مثل هذه التخوفات الاستثمارية وأثرت على الأسواق العالمية، وقد إذا تطورت أو تفاقمت الأمور بشكل أكبر بلا شك سوف يكون لها تأثيرات عالمية. نعم، أنا سأشكر حضورك معنا اليوم رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر.